أنا متأكد وغير متشائم من أنه سوف يكون توافق واتفاق فيما بيننا وبين الاتحاد. بالنتيجة كلا الحزبين الديمقراطي والاتحاد لديهم تاريخ عميق وعريق أيضا، وواحد يحترم الثاني، وهناك قيادات سواء كانت برئاسة فخامة الرئيس مسعود في أربيل والديمقراطي، أو سيد بافول في سليمانية، وبعض القيادات من الصقور اللي موجودين في الطرفين. أعتقد أي خلاف لا يظهر على الساحة الآن، وإنما إذا كان هناك خلافا بعد أن نصوت على رئاسة الجمهورية سوف تكون هناك طلبات مقدمة من قبل الطرفين، لأن هناك مناصب عديدة سوف توزع للبارتي وللاتحاد، وهذا سوف يجرى اتفاقا وجلوس ومعاهدات، وأيضا احترام لمبادئ أحدنا الآخر.